خطوات رسم مبيان بالأعمدة، ولكن متى يتم اختيار هذا النوع من المبيانات؟ في حالة وجود مقارنة بين معطيات متعددة لظاهرة معينة، أو في حالة وجود ظاهرة متطورة عبر الزمن. ولرسم المبيان سنقوم بتحويل جدول نسبة البيطالي في بعض دول العالم سنة 2012 إلى مبيان بالأعمدة، وذلك باتباع خطوات العمل التالية: تحديد المقياس، رسم محاور، تدريج المحاور، ترقيم المحاور، ثم تمثيل المعطيات. المقياس نحصل عليه عن طريق البحث عن أعلى قيمة مقسومة على طول المحور، فمثلا سنختار كطول المحور الأراضي مثلا 7 سنتيمتر، فنقول 12.6 مقسوم على 7 تعطينا 1.71، ثم نقوم بتقريب هذا الرقم إلى الرقم 2 ونقول أن المبيان المناسب هو 1 سنتيمتر يساوي 2%. في الخطوة الأخيرة سنقوم برسم المبيان عن طريق رسم محورين، واحد عمودي خاص بالأراتيب نقوم بتقسيمه إلى مجموعة من التدريجات تضم مجموعة من الأرقام من 0 إلى 12، ثم محور الأفاصيل الذي نقوم كذلك بتقسيمه. بعد ذلك نقوم بتمثيل المعطيات كما هي واردة في الجدول، ونقوم بتلوين الأعمدة ونكتب أسماء الدول في محور الأفاصيل. بعد ذلك نقوم بوضع العنوان وكذلك المقياس. فيما يخص خطوات العمل، تحديد المقياس أولا، رسم المحاور، تدريج المحاور، ترقيم المحاور، ثم تمثيل المعطيات. فيما يخص المقياس فهو حاصل أعلى قيمة مقسومة على طول المحور. طول المحور مثلا المحور العمودي وهو محور أراتيب سوف نختار مثلا عشوائيا 10 سنتيمتر. فيما يخص أكبر رقم في الجدول هو 90، سوف نأخذ 90 مقسوم على 10 يساوي 9، إذن سنأخذ 10 كرقم تقريبي. فالمقياس الذي سوف نمثل به هذا المبيان هو 1 سنتيمتر يساوي 10 مليون طن. فيما يخص طريقة الرسم، نقوم برسم محور الأراتيب وتدريجه، ثم كتابة الأرقام. بعد ذلك نقوم بتمثيل المعطيات، القمح أولا ثم الشعير ثم البطاطس، ولكن سوف يكون هناك عمودان متلاصقان، عمود خاص بنظام الشراكي مع اقتصاد السوق، ثم ننتقل إلى الشعير ونمثل الرقم الخاص في فترة نظام الشراكي وكذلك في فترة اقتصاد السوق، ثم آخر منتوج. وبعد الانتهاء من كل هذه الخطوات نقوم بكتابة العنوان، كذلك بتحديد المفتاح والمقياس. المقياس هو حاصل أعلى قيمة مقسومة على طول المحور. في المقياس العمودي لدينا 64 هو أكبر قيمة مقسومة على 6 سنتيمتر، وهو طول المحور الذي اخترناه يساوي 10.66، إذن سنتم بمقياس 1 سنتيمتر يساوي 10 مليار درهم. أما فيما يخص المقياس الأفقي سنأخذ سنة 2015 ناقص 1995 تعطينا 20 سنة، فنقوم بعملية القسمة 20 مقسومة على 5 سنتيمتر تعطينا 4، إذن بالتالي سوف نقوم ب اختيار المقياس الأفقي وهو 1 سنتيمتر يساوي 4 سنوات. إذن بعد تحديد المقياس المناسب نقوم بإنجاز المبيان بالمنحنى، وذلك برسم محورين، واحد عمودي وهو محور الأراتيب. سنقوم بتقسيمه إلى مجموعة من التدريجات من 0 إلى 60، والثاني هو محور الأفاصيل والذي سنقوم بتقسيمه كذلك إلى مجموعة من التدريجات نضع فيها السنوات. بعد ذلك نقوم بتمثيل المعطيات الواردة في الجدول ونصل النقط في الأخير لنحصل على المنحنى. بعد ذلك نقوم بكتابة العنوان والمقياس. متى يتم اختيار المبيان بالمنحنى؟ في حالة وجود ظاهرة تتطور عبر الزمن. ولتحويل جدول إلى مبيان بالمنحنى يجب أولا تحديد المقياس، رسم المحاور، تدريج المحاور، ترقيم التدريجات، ثم إيجاد النقط. فيما يخص المقياس هناك نوعين: مقياس عمودي، مقياس أفقي. المقياس العمودي نقوم بالحصول عليه بهذه العملية: حاصل أقصى قيمة مقسومة على طول المحور، أي طول محور الأراتيب الذي نختاره. بالنسبة لأعلى قيمة في الجدول هي 60، نقوم باختيار مثلا طول محور الأراتيب مثلا 6 تعطينا 10، إذا بالتالي سيكون المقياس المناسب هو
واحد سنتيمتر يساوي 10 مليون طن. أما فيما يخص المقياس الأفقي الخاص بمحور الأفاصيل، نأخذ آخر سنة وهي 2005 ناقص أول سنة وهي 1980 تعطينا 25 سنة. نقوم كذلك باختيار طول محور الأفاصيل مثلا 6 سنتيمتر، تكون النتيجة هي 4.16. بما أن الرقم 10 لا يمكن تمثيله في المحور الأفاصيل، سنأخذ رقم قريب منه وهو رقم 5، فنقول كل واحد سنتيمتر يساوي 5 سنوات. ثم بعد ذلك نقوم برسم محور العمودي والأفقي، ثم نقوم بتمثيل المعطيات الواردة في الجدول وإيجاد النقط والربط بين هذه النقط، ثم كتابة العنوان وكذلك المقياس. والإنجاز هذا المبيان سنقوم باتباع مجموعة من الخطوات. أولها تحديد المقياس، رسم المحاور، تدريج المحاور، ترقيم المحاور، ثم تمثيل النقط. المقياس هو حاصل أعلى قيمة مقسومة على طول المحور. في المقياس العمودي لدينا 64 هو أكبر قيمة مقسومة على 6 سنتيمتر، وهو طول المحور الذي اخترناه يساوي 10.66. إذن سنعتمد مقياس 1 سنتيمتر يساوي 10 مليار درهم. أما فيما يخص المقياس الأفقي سنأخذ سنة 2015 ناقص 1995 تعطينا 20 سنة، فنقوم بعملية القسمة 20 مقسوم على 5 سنتيمتر تعطينا 4. إذن بالتالي سوف نقوم باختيار المقياس الأفقي وهو 1 سنتيمتر يساوي 4 سنوات. إذن بعد تحديد المقياس المناسب نقوم بإنجاز المبيان بالمنحنى، وذلك برسم محورين، واحد عمودي وهو محور الأراتيب. سنقوم بتقسيمه إلى مجموعة من التدريجات من 0 إلى 60، والثاني هو محور الأفاصيل والذي سنقوم بتقسيمه كذلك إلى مجموعة من التدريجات نضع فيها السنوات. بعد ذلك نقوم بتمثيل المعطيات الواردة في الجدول ونصل النقط في الأخير لنحصل على المنحنى. بعد ذلك نقوم بكتابة العنوان والمقياس. طريقة رسم الخط الزمني. بالنسبة لخطوات العمل، نقوم أولا بتحديد المقياس بحسب المدة الزمنية المراد تمثيلها، وهي بأخذ آخر سنة طرح أول سنة بالجدول، ثم وضع مقياس الخط الزمني. المدة الزمنية مقسومة على طول المحور. نفترض أن طول المحور الذي قمنا باختياره 10 سنتيمتر والمدة التي حصلنا عليها هي 8 سنوات. سنقوم بهذه العملية، 8 مقسومة على 10 تساوي 0.8. نحول تقريب هذا العدد إلى رقم 1. إذن كل سنة بهذا الخط الزمني تساوي 1 سنتيمتر، أو 1 سنتيمتر يساوي سنة. ثم نقوم برسم الخط، كتابة السنوات بتوزيعها بشكل دقيق يتناسب مع المقياس من اليسار لليمين، توطين الأحداث أي تمثيلها بهذا الخط الزمني، وأخيرا كتابة العناصر كالعنوان والمقياس. قم الآن برسم الخط الزمني برسم خطين أفقيين، الأولا يتجهان من اليسار نحو اليمين، طول كل واحد منهما هو 10 سنتيمتر. ثم نقوم بتقسيمها إلى مجموعة من التدريجات، ثم نكتب السنوات. لدينا أول سنة في الجدول اللي هو 1931، سوف نأخذ السنة التي قبلها 1930، ثم نقوم بوضع السنوات تواليا بما أننا سوف نعتمد على المقياس 1 سنتيمتر يساوي سنة. ثم نقوم بتمثيل كل معطى من المعطيات الموجودة في الوثيقة بكتابة الحدث في المكان المناسب للسنة، وأخيرا نقوم بكتابة العنوان وكذلك المقياس الذي اعتمدنا عليه. فيما يخص خطوات العمل، سنقوم أولا بتحديد المقياس بحسب المدة الزمنية المراد تمثيلها، آخر سنة ناقص أول سنة بالجدول. فمثلا سنة 2000 ناقص 1948 تساوي 52 سنة. بعد ذلك نقوم بوضع المقياس للخط الزمني، أي المدة الزمنية التي حصلنا عليها مقسومة على طول المحور. لنفترض أن طول المحور الذي قمنا باختياره هو 11 سنتيمتر، والمدة التي حصلنا عليها هي 52 سنة. سنقوم بهذه العملية، 52 مقسوم على 11 تساوي 4.72. سنقوم بتقريب 4.72 إلى 5. إذن 5 سنوات لكل 1 سنتيمتر هو المقياس المناسب الذي سنعتمده. بعد ذلك سوف نقوم برسم الخط، ثم كتابة
السنوات بتوزيعها بشكل دقيق يتناسب مع المقياس من اليسار إلى اليمين. بعد ذلك نقوم بتوطين الأحداث أي بتمثيلها كما هي واردة في الجدول، ثم نقوم بكتابة العناصر وهي العنوان المقياس ثم المفتاح، وذلك إذا كان جدول يتضمن مجموعة من المراحل، ثم أسماء لمجموعة من الشخصيات نقوم بوضع المفتاح. أما إذا كان جدولا كرونولوجيا بسيطا فسنقوم بكتابة العنوان والمقياس فقط.